بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بينا آيات صد إيشان سورة الرعد مرورا على ختامها إلى آيات الشنات سورة إبراهيم مثل الجنة جنة سفداد وحوي التي جنة وعد الله بلنقاضي المتقون كوى الله ذكبغا تجري ويسعونيسا من تحتها الانهار هل كان عذاب تيس وحضي وير أدقيها تجري دا سهدي خبر لقدقه بركا تقدير يربع لسوق لنيه مثل الجنة جنة سفداد التي جنة وعد المتقون الله بلنقاضي كوى الله كبغا تجري ويسعونيسا من تحتها وصل الانهار وديال كالدوان وكلها مدهد وحل عنا أكلكم مأكل كياوي وكلها مدهد دائما واتشوكت وظلها هوس كيدون كذلك سداوي تلك الجنة راسي عقب الذين كوي عربتوا لي في عنيد وي اتقوا ربي قد كبقي وعقب الكافرين قال هذا عربتوا هذا دمنا النار قيد وعجيب وفك الله هذا كبقى تذكر قرآنك يا سنة النبي كو عمل فله jannadoodu togag badan baa hor socdaalay togaasu jeexdin iyo farq midna uma baahna balba qofku siduu doonay ugu imanayaan waa anhaaru saariha baa leeyahay oo iska socdaan midheedu wax dhamaan maamarka midho uu ka soo gooso kuwa hadana meeshii ku yaalo ku soo noqonay wax dhin ma leh wax kala dhin ma leh hooskeeduna waa sida hoos qabow oo farxad leh oo lagu raaxaysan oo qabow lahayn qabow yaani dhaxan lahayn baan u jeedaa walaa muuminiinta jannada si helaya jannada u xeer dhigo maxaad ku heli taqwa baad ku heli taqwada hadii gooni loo sheego imtisaalul awamir wajnabun nawaahi way hadii taqwada gooni loo sheego hadii taqwa iyo daacal isku darana taqwadu waa xumaanta iska ilaaliso khayrka oo samaysan way marka taqwadu wataa masalul jannati janno midhe masalna sifadeed allati jannati wu'idal muttaquna kuwa allahooda ka baqan loo balan qaaday جنة جنوية تجري أي سعطة من تحتها هوسة الانهار واليال بسعطة كالدوان ملب يعانى يكوين انقرن انو نوع نبا سعطة وكلها مرهد دائم شوك توين وهل مرأة مركي ماشي لغسوه غسو متكلا كيالة وظلها هوسة كذلك واسدة تلك جنة قيمة هاله عقب الذين كوي عرب طوضة دموية وماشي كود دمبينا يانا قرو اتقوا ربك وتكبقي وعقب الكافرين قال هذا عرب توضى دمر النار ليس هذا كده ما ينهي والذين كوا آتيناهم أنسيني الكتاب وكتبت أنسيني يفرحون وحي كفرهم فيما كي أنزل إليك أدق النبي الله محمد والقوسي ودجين ومن الأحزاب كوحاها وحاكمدا من ضد باكمدا ينكر إنكري بعده قرآن كقارك إنكري قل وحاتلا إنما أمرت أنك وحال لأمري أنا عبد الله علينا نعابده ولا أشرك أنا أشريجين به الله شين أنا أشريجين إليه إلى الله من أعدو الدتك أقول باقي وإليه حقي سما أبي النقط كي يكون أهدي أمور تيدور الحق الله النقنيس قل يا أهل الكتاب كأه يهودي يا نصاري يكو أهل الكتاب كأه قيس رب ذنب بالقرآن ككفره محايا لي كتب تودو واحد دقي سوين وواحد كتب تودو قريسين كتب تودو فنتي أي شيء يين با كتاب ككسوة بحياء أحد كاللودي بي كتابك ويكفر حسينيين عبد الله بن سلام باكمدها يا سلمان الفارسي رجي أهل كتابك هاي خوري لكن كوا قار كوضو حاكمدها قار إنكير باكمدها ومسلكونت يكوا أهل كتابك بقار آن قيب كمدها إنكير باكرة قيب كمدها إنا فما يام باسورة قال قيب كمدها نوا إنكيره متري إليهم مالك أنيقو أما إنكير أما ها إنكيريني وحاتي لابا لين أنيقو وحي الأمر والبا مسلو إنان ألا كالي عابده oona alle u shariig yeelin dadkana khayrka ugu baaqo umurtaydo dhan xagga Allah bay u socotaa oo u celin way marka adi waxba igama gelin way adi waxba kaama gelin way cidii rumaysay cidaa rumaynay waxba kaama saaraxay xilka ka saaran waxa way in aad dadka khayrka ugu yeelan walladina ku waateenahum aasiinay alkitaba kutubta aasiinay waa jinsi asha jinsiya leeyna yafrahuuna waxay ku farxi bimaa ti unjila ilayka lagu soo dajiyay oo quraanka oo wuxuu rumeyay kutubtoodii hore haysteen yuu rumeyay
ومن الأحزاب كوهها وحاكمها من ضدها كمذا ينكر إنكر بعده قاركي وهذا قيبهم أيام بكسوا قادوا هذا مشركين توكل صفة فعل ونوي أقولهم خلقك إيوه فزقك إيوحا صفة ذاتي بيننا قل وحاتنا إنما أمرت أن أحل أمرك كلية أنا عبد الله علينا نعبده ولا أشرك أنا لو ذا جنب به العبادة أنا عبنا لو ذا جنب أنا تلي أمره واتها وإليه حقي سان أدعو أقباق ذاتك وإليه حقي شما أبين نقطك كل أموري إلى الله وين أنا قال الله بإمام الله وكذلك سيدا أذيك اللقوق سودجي كتب كتابك اللقوق دجي أنزلناه أدجينا قرآنك حكما حكمة حالوية علم عربيا وعربية ولا اتبعتها ذات راعضه أهواءهم سيدا يجعليهين لما مربر بين نبغى إيمانه تنازل نص ما بيليهن بعد ما جاءك أنت كوي متكدي من العلم علمي سقران كوي متكدي مالك كوما سقنان من الله إلا حق يسمى وليين وحكو كالمية ولا واقع وحكو إلالية سيدا الرسول شيء هراء كتب تلقوه سودجي يان قرآن كان أدي كوي سودجي نبالي وحوي وحكم عربي أهدنا حكمة حكم قحلوتي هذا وعلمي وي وعربي نبي والباء باللغة قومه باللغة وحيان شرع إلا نبي الله محمد نويان نبي الله محمد لغة قومه باللغة وحيان لكن أرسل إلى الكافة خلق قردن باللغة دره حدات غاعدة كواسي تناسل كناسما كليهن وليهم أنه مرنا لعابد بالكوة يقن الله أرغد أن ملدح يسوقن ما أنها كيين يا كاعل الله داد كيش دان نبي قصيدة الولي يهي نبي قصيدة الولي إنه إنه سوق عرسينا يا صيدة هذا دتك إهل هواءها وإهل بادلك أثر عدو الله تشتو والله صاحبته وحلك عالين مثله الله بحق الله وحكا عالين بعض هذا يعمل كذا ونكسه وكذلك سيدي أمته هراء أن وحي أن أنبياء ضادي يعني أنزل له القرآن كل شيء جدني حكم الحكم حاله يهي عربيا وعربيا نبي والباء باللغة قومه بالقصودتي لكن نبي الله محمد إلى كافة الخلق يا الله دري ولا يتبعتها حتى أثر على أوام سيج عليهم بعد ما جاءك أنت كوي متكدي من العلم علم حقي ما لك كوما سجنان من الله علم ولي وحكوكا ولا واقع مك عربي بالمتو دكتي لغة عربته مك وحوي وماشي أدونك برتن كي سوين نبي الله محمد ملك كي وفضل بالنبى اللي سوديم مكان كي وفضل بالنبى مكانه واللي سودتي أحد كي يقف في البنان ونبي له هذا واحد لغوسه دكتي لغتي يقف في عينه ولغوسه دكتي وبرتن كأدون كوي مك مك ترجمة لواي ما يهدي شينه وكل لغوسه دكتي لها أدون هي سوكر فين لها نبيك كافة بدك العربي سومها نبيك سو لغوسه دكتي قف كسته ترجمة يقان إنه دت كله شو قوي ترجمة لفلا قرآن كحروف تي سلمة ترجمة كروا ممنوع هذا حرام ما وممنوع حرام تو واحد صورة قال إن مر لاستعباله وممنوع يعني قرآن حروف تيسا لترجمه حروف اللاتين يوحى حروف تيسا لقدقه الفاد ديسا إلا ترجمانه وممنوع وماشي لفظ العربي قال لقا أغري لها لفظ الصومالي بالمتا لقا أغري وممنوع لكن معنى هيسا ولا ترجمه وحل باكسار ذاتك ترجمه دي قال إنا ذاتك أو ترجمه لكن لبا شر ديه قفك ترجمه لبدا اللغة بينه يقال اللغة دو كو ترجمه يا عربي قوانو أسرار صوتي وآدوا يقان إسلام كان وتفسير سنة وكفص نوعين أيه يسوي تفسير القرآن كوآدم ما تفسير تفاسير توأوين السنة قامت كم إذا وأنه كفص نوع أرنور كتاب إيش الصومري أصله كفص نوع إليه أدعو إليه ما أعرف وكذلك أنزلناه ولقد أرسل الله وان لشيء وقال يني رسول الرسول من قبلك هذه قهرتا وجعلنا وحن أجيال لهم يجي أزواج الحاسس يودرية عروف وما كان أمسقنا للرسول الرسول أمسقنا أن يأتي إنه لي ما دبي آية معجزة إلا بإذن الله الله إذني إذن كيس أوفى صحيح مويه لكل أجل مدكس كتاب قرال بيلان مدكس وتر وحك سو مديسا قرال باكر قرال أن لا دافنين بنعنا لا دافنين أيضا وحيت المامي سما حي لهن يهودي يوحي له ورنك محمد هوين أبو بكم الشقيسين يهوي هوين يقول يوحي بكم مشغول يهوي هدو النبي يهي ذو بهلا وما كان شهلان هواين كده نقول وما كان شهلان مركز هلا إلى أنبياء ظهر وسام بيقول سنتين عشرة ولا لشين هذا النبي داود وكله بقول هواين ولاها سليمان وكله إنتها صهواين إنتها صصريو ولاها
marka waxa weeye qol saxaaba waa waxay dhihin nabiga haweenkiisa bay dhayn nabiga bal daacadiisa nooga warama uu la yaraatay marka daacadoodii qaar waxay dhihin ee nabiga inoo kala ma nihine nabiga kala ma nihine nin wuxuu waligaa guursan maay nin wuxuu aanu hilib cunin maay nin wuxuu seexan baay wuxuu waa soomi nabiga loo sheegay wuxuu idaa anigu waa soomaa waana afura waan seexdaa waana soo jeedaa hilibkan waan cunaa haweenkan waa guursadaa فمر القبعة عن سنتي فليس من نبي سنة ذي نبي نك كل إحنا مرك ونفط هذا وين هذا الرحيس أضد كأو الرحيس أضد كلا من نقص مرك عيب كما ها نبي قوينو قرشدو عرور دالو أم بيجي هوري العادة ذي ناهي لقد ولا قدر تلا وان ده في رسول الرسول من قبل كهرتا وجعلنا الله محن أيه أزواج حاسس إيه وذرية عرور وما كان وما سكنا للرسول الرسول أن يأتي إنه لي ما دو بآية معجزة إلا بإذن الله إلهي إذن كيسي ما ملكي سماوية هذه النبي معجزة لويدية ما كيني كارو إن إلهي أسهل إلهي أكينا مويان لكل أجل مدكستا وحاوثنا على كتابه أنا وحوي مكتوب مدكستا أو الله وحكم مدية ويقرنتها ما دافيش قيامة مدية دي بكسعان قفك عمدكيش مدية دي بكسعان روبك مركو دي مدية الله وطلق لك كسعان يمحو الله alla wuu tirtiramaa yashaa wuxuu doono wajisbitu wuu sugaa wuxuu doono weeyindow agtiisana waxaa ah umul kitaab kitaabka asalkiisa waxan alla waxa qoran oo dhan meesha laga keenay waa kitaabka asalkiisa oo alla waxbaxood marka aayadan culimadu wuxoogay way ku yajah wareere ilaahay waxa la idu xukumo woog yahay marka isbedel dambe ma leh marka meesha waxa la leeyahay ilaahay fiisiga iyo umriga iyo waxa soo dhan ruuxa intuu u qoro fiisiga iyo haduu doono ka yareyn kara inuu ka yareyn haddii uu og yahayba haduu doono cimrigiisa intuu cimri dheer u qoro ya cimri gaaban sidaas oo kale waa fi nabigu lahaa fiximko la xidhiidiyo iyo daacada iyo ducadu cimriga way dheereeyaan Cabdullaahi ibn Cabaas baa marka si cajiib ah yiriyo bilmatal qofkan cimrigiisa marka la dheereeyo cimri dheer baa markuu daacayso oo alla caabudo oo raximka xireeriyo barzakha intuu ku noolaan lahaa barzakha uu tagi doono markuu dhinto yaa qayb loogu soo daray adduunka barzakha intuu ku noolaan lahaa yaa qayb loogu soo daray hadii ruuxa cimrigiisa la gaabinayana barzakhii baa loogu daray cimrigii adduunka uu joogi lahaa yaa barzakha loogu daray Cabdullaahi ibn Cabaas waa saayid adu macnaha waxa weeye ilaahay wuxuu doono bedeli kara wuxuu doono nagu soo kara rijigu badin kara uu yareyn kara cimrigu dheereyn kara roobku keen kar goortu doon sidoo doon ilaahay maama mulkiisa u khaas allah wuxuu leeyahay yabullahu allah wuu tirtiraa ba yashaa wuxuu doono wuu yusbitu una sugaa wuxuu doono wuxuu doono intuu xukumo hadana tirtiraa haduu doono inuu siyaadiyo wuxuu agtiisa waxa umul kitaab kitaabka aan tabdiil lahayn asalkiisi umul kitaab wa asul kitaab waxa weey waxa la wixii qoran oo dhan asal bay leeyahay loox mahfuudka ku qoran yahay وإما نرينك نبي الله محمد حتان كتوسنه بعد الذي في قارك نعدهم أنو يوهنو عقابة كون كاسو هرچيدة عقابتي أنو بلان قادة قيب كميدة هداد قبتو كأهات أو نتوفينك أنكو أفسن إنتانان عقاب فإنما عليك الدشا ذا وحاء البلاغ قارسين وعلينا الدشا ذا الحساب نبي قوحا لويري dadka cadaw ee ka soo horjeeda adoo goobjooga hadii la ciqaabo aad ka hor dhimataba oo loo ciqaabin adiga xilkaama saarad ma aadan gabad falin way hawshaadi waad gudatay way waxba adiga in la ciqaabiyo inaan la ciqaabin xilkaama saarad way adigu hawshaadi waad gudatay alayka albalaq wa alayya alhisab adiga gaarsiin baa laga doonay allahna xisaabtami inagu leenaan dadna leen naga raba ala rasuuli albalaq wa alayna at-ta'a wa ala allah alhisab وسيد حاله انت ساقبسنت وما نرينك هدان كتوسنه بعد الذي في قارك نعدهم امي وهنا عقابه هدات غوبشو كاه او نتوفينك انك اوفسنه انت الا عقابين فلا ملام عليك وحده قال لكم صار وحده قالت لكم صار فانما عليك تشهد وحاء البلاغ قاسين وعلينا تشهدنا الحساب نبقى قاسين تدوا سيدي لربي بو قاسي الله ومرخاتك شنتي ميدين شيخ الواد نقارسيس يلو تاما دين تو تاما إنه سو قارسيي يا شرسة إننا جنا سدا سكالا لإننا جربا إننا ضدك قارسينا لإننا جربا أرض حبش بان هدا تشوبنا
nabigu joogay diintii soo gaadhay saxaabadii dhawrisayta ka idu ku soo jirtay ardu habash bay soo gaadhay xeerta zeyl ciyana waayaha hore ay soo gashay waan marka inaguna waxa la inaga rabaa inaga inteenan masjidka joogtaa dadka aan masjidka imanay inaan wax gaarsiina la inaga rabaa waqad ma karan lagina kuwa way khiyaano sameeyeen oo min qabli kuwan adii kula joogo awalam yaraw miyaanay arag anna anagu naatil ardu ardada inaan kaga imanayno naqsuha anagu nuqsaaminayna mid adlaafa hareereen waan kaga imanayna macnaheedu waxa weeye ciqaabtan dulkii baan dhilca kaga imanayna soo yareynay qudrada allah xaqqa kaga imanayso soo yareynays awalam yaraw mawaanay arag anna anagu naatil ardu dulka inaan kaga imanayna naqsuha anagu yareynayna mid adlaafa hareeraha ka soo yareynayna wallahu allana yahkumu wu hukuma la muqaqiba wax ka daba shaqeeyama jid xukumi oo qabil ka qaadan kara waa allana sariicul xisaab xisaabtiisu ka degdeg tahay way oo gaalada markuu la xisaabtamay si degdeg u ciqaabti ugu fidi muuminiinta markuu la xisaabtamay si degdeg u khayrka u siin dhulka nuqsaamintiisa culimadu waxay ku fasireen ee gaaladii meeshii joogtaa bilmatal nabiyil maxamed makkiyey madiinay dhulkaasi jooga marba maad ka dambaysa iyo dhulki ka soo yaraanaya oo islaamki baa sii qabsanaya dhulkii dhulkii gaalada joogan baa soo yaraanaya hareer walba islaamki baa ka mar soo qabsanay shallabatan sano gudahood ya jaziiratul arab shirkigi laga dhameeyay kaasa futuuxaadki ila ardu china meel walba laga gaarsiiyay diinta islaamka way marka waa soo yareynayna culimadu inta badan waxay leeyihiin waa soo yareynayna waxa weeye islaamka qabsanayo marba meel qabsanayo marba meel qabsanaya culimada qaar baa yiri badaha soo kordhaya oo badda soo durkayso bariga ku soo durkayso taas aad macquul uma aha badda soo durkayso waa la arki lahaa Allah wuxuu leeyahay walam yarow miyaanay arag anna anagu naatil arda dhulka inaan kaga nimid dhinac walba inaan dhulka u nimid naqsu anagu yareynayna min adlaaf hareeraha ka soo yareynayno oo islaamku ku sii baahayo wallahu allana yahkumu isaga xukuma xukunka guud isaga iska leh la muqaqiba wax ka daba shaqeeyo ka daba tagana ma jiro xukun xukun wiyeys hadaadaynu inagu xukun xukuno waa laga daba shaqeeyno ambiil baa laga qaadano waa lagu la murmo alla xukunkiisa cid ka daba shaqeyn kartaa ma jir sidaa uu ku soconayo waa uu alla sariicul xisaab xisaabtiisu ka degdeg tahay way akhri ya adun bi xisaabta adun ku dhacda qofka adu dambiile yahay adunka lagu ciqaabo waa xisaab uu duumumi yahay adunka lagu rax waa xisaab way waqad makara way khiyaano sameeyeen alladina ku min qablhum kuwan ku horeeyay فلله الله وحسن المكر مكر جميعا الله ما مولاي كدغنت الله مكر او دن حديد ددكم مكر ودا سميان مكر الله ما مولا او كابال مدينيه وي خيانه قف كسو خيانه سميين خيانه ديسا الله ما مولا ابا وير جلين اما كبابين وي الله مكر الحكومه وقد مكر الذين كوي وي خيانه سميين من قبلهم كون كوري نبي الله محمد كون لا جوغا كوي كوري فلله الله وحسن المكر مكر ودن جميعا دمان او اسغا حكومه او تالين يعلم و هو اوغ يحي الله ما تكسب وحي شقين كل نفس نف كل غير وسيعلم الكفار قالوا وي اوغان دونان لمن احد عقبه دار دار عيبته ولا سر سنات نف كستا وحي عمل فش الله باو الله باك اول مريون فالنفط هذا اوفيس انت نفر بلايين بلايين ما كوبي كان وحي حويان هو دن حويان هو دن الله باو كوول قبو waxa tusaale kaliya riisqiga sooba wax walba riisqiga loo qoray markii ilaahay wax walba wogeyay way yaclaba allah wuxuu ogeyay ma taksib waxay shaqeeyso kullu nafsi naf kulligeed wasayaclamu kuffar gaalad way ogaan doona liman ahad uqba daari daarta cibteeda wanaagsan u sugnatay waa jabaad way loo hanjabayo way yaqulu alladina ku waxaydihi kafaru gaaloday lasta mursala nabii ilaahay maxamed rasuul ba ma tiid bay قلوا حاتنا كفى بالله الله ما كفلا شهيدا مرخاتي أهان بيني وبينكم أني إذن كدحنا هنا الله ما مرخاتينا وكفلا وإن الرسول هاي أب إيو مندد عند وقتي علم الكتاب إيه إنت إيما الدين بينه وإنه الرسول بمتيه وكانوا وحباد عوني وصوق أدماري وحباد قول سنوا كسنة والرسول بمتيه بينه إلهي وإنه كان ساربون الله أنيق مرخاتي إيا إنا الرسول هاي يددك إلو كتابك وإذن كهر رأيي وكتب تاج ومن عنده علم الكتاب kutubti hore cilmi goodin nabiga ma marxaati kaan dad sabankii nabigu dhalantoono ee aamul fiil sinara goodan iyo taariikhiyahan oo dhan iyo faaliyo oo dhan iyo aqoonyahan oo dhan waxay isku raaceen
نبيجي لشوي محمد لديه شيء إنه دلنا يعني عامل فيل بنبي قدرش بركي أبره بروديك شيء دايرة أبو عبد الله لغوك عين سنة كاسو درش وان أركيب ود النبي هو مروديك لفيه شمال كم إذا وان أركيب ود النبي عليه الصلاة والسلام نبالي لي دعية النبي بيتكلم وينه السجى إجوا يقول أنا سكهر ده شيء يقول نكاسة مروديك قب في شيء النبي تسيجوا مركل السمر سلن الله وخ... الله وأوى مرخاتي سبحانه وتعالى ويقول الذين كوي وحي وحي لهيا كفروا قالوا لست متيد محمد ومرسل كل صادر نبي متيد قلوا حد كتلة كفى بالله الله بكفل بالله هو فاعل كفى شهيدا مرخاتي أهان بيني وبينكم أني إذن كده حضور ومعجزات بو الله سي نبي قوم حقوق مرخاتي فر معجزات بو سي أو وحي بعد يصير كل صعدة يو من ضب مرخاتي كفلا عنده أكتس علم الكتاب كتبته علم قدر يهودي نسوي علم هو ريقيني ويوجي نرسل يهودو سئاد يو قايل يهودي مدينة والنبي أبو يمن وحيد أنت أنا وينو مراش كذا لما نملينين لكن نك تاريخ ديسا كتاب كيقول لك بينه سورة إبراهيم وسورة أفرية تبنات ترتيب القرآن الكريم آية هذا هو كنتني الله مدعى إبراهيم سورة هذا مدعى الله علم ذو حبيب بدينه النبي أبحية سورة إبراهيم سورة النوح سورة هود سورة يوسف سورة البقرة سورة البقرة هذا وحلا ذكرى مسورة ملوضة على إلى وإضافة سورة البقرة لوضة وحوي سورة السيدة اللي بتشيل ملابسة على إذا السورة التي يذكر فيها البقرة وين السورة دي بقرة ذو الهدمة بركة سورة إبراهيم وكان سورة نوع مكية من السور المكية سيدة الوقت السورة ذات بالا إلى هذا إنك سوقار خلاف كتشيرو ومدني بكي قلوا حوية إنتو النبي قلوا نهجروني مالك سبها جوغي إنتو نهجروني وحي سوى دقيبها مكية الليلة إنتي وهجروا ذي وحي سوى دقينا مدني بها الليلة مالك سبها جوغي مكبا حتى هدود دونها جوغي إنا فتحنا لك فتحنا مبينة مالكي سوى دقتي ومالكي حجيبية كسي دقائق يباحي بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام راء وحان أول بديه تنا أمبارنا إلهي بما معنيه سجرا تفسير أمهين وليه وحينه وأسماء الله لكن إسكرنا فوحا تا تفسير أمهين لكن لبقى ضبا يكفي عن تهيون حرف قرآن كميدا قفك يغني له حسر حسنات والنبي قيد ولا أقول ألف لام ميم حرف لكن ألف حرف واللام حرف وميم حرف حق أجري قواسدة حق كلان وكان شاقنايو عرب لو عرينا يايو كتاب كان أديدنتين النبي محمد لو سودتين حروف تنا تقانان بو كدسن يهاي عرسه وكلا كينو هذا كان كتاب كتاب وي انزلناه ان دجنا اليك حقا النبي الله محمد لتخرج الناس ددك اناد كسارتو من الظلمات مجديال شرك لا يا شك لا يا جهل الى نور نور الايمان وصارت بيد ربهم ربي قديدن كيسا الهي با وافجن يا كدغنت بيد ربهم ادو مركاد وحو شيكتو الهي با وافجن حقا اما وافجن بيد ربهم الى سراد جد أعطوا صارت إلى سراد العزيز الله عزيز جيت كيسي الحميد أمهتنا إلى النور ذا يا تالا أتكلم بدلية نور بعض صار جيت كي الله ذو صار وين إعلام تواصلنا مركا الله وحلي كتابكم وحلقوكو سودة كيين حكمة دكو شفتا وحوية إن عددك الظلمة يا شركة يا جهل يا شاكة كسارتو والنور الإيمان صارتو قفكم مركو مومي يهي إيمان كقاتو وحسكي كمتشلو خير بو قبايو مول بهار سنبع إلهي ساسو فجيني يا كيني بدك انت وحباد الكوالة جمعية الظلمات اي وحلم اذا إيمانك هو متكلية مالك يسوي جمع مالك إيمانك هو هالكلية هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان والعمل بالجوارح ولد المعتزلة وحي إليهن إيمانك هو التصديق بالقلب عملك إيمانك كمد مهب إليه بخاري وباب السنية كتاب هذا كتاب كتاب أنزلناه عن الجن إليك حقاً لتخرج الناس ضدك إن أتكسرته من الظلمات مجديالك إلى النور نور الإيمان أصارته بين ربهم رب قد إذن كيسة يعني إلهي بوافق جنب كدقنت إلى سراد العزيز الله عزيز جد كيسة أدوصارته أليه الحميد إمهتنا الله الله جد كيسة أدوصارته الذي أليه له أصون هذا ما في السماوات السماد واحد كسرن وما في الأرض أرض واحد كسرن ويل هوك وويل هوك بأسرن هذا للكافرين قالت
هو قال شو من عذاب عذاب شديد درن عذابه الله له قراءينك قاركود وحو يا الله 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 بمركان نقول مبتدا نقول الله الذي الذي الله هو يبون نقول هذه قراءة الله قريب قراءة نينوت الله الحميد ده يا اللي بدلي أو صفدي أو اسمي اللي بدلي بينه صفدي حق هرم مرتين اسمي موصوف كأنه حق الدمو مري بس بدلوا بالله عراب كلا عراب كلا وقرن مين الله الذي تيسا عدو صارته الذي الله له سنة ما في السماوات السماء وحكو سغن وما في الأرض أرضا وحكو سغن الله السماء دي أرضا له جيت كيسي بال يا نبي قوس صار لي ردتك جيت كور ردتك ويلن هو بقوس سغن هذا ليش خاف لينا قال هذا هو قاس من عذاب عذاب شديد أدرا الذين قوة يستحبون الجعل هذا الحياة الدنيا نلشان دو على الآخرة آخرة كجعل هذا ويسدون ويسدون كهرجوك صددك عن سبيل الله ويبغونها وضد حقا عوجا قالوا على الربا أولئك كواس في الضلال بعد بكسبين بعيد نوفو إعرابة مركي عوجا وقف بكالك عوجا وقف بكالك مركا دين وقف كاتحق لأنه الذين ذو حي صفاء النغن للكافرين ذي صفاء النغن هذا وقف كاتحق لأنه هذا وقف كأشكد إننا خبرك كذبون غنايا. الذين هو يقالوا تحبون جعل هذا الحياة الدنيا نلشان قابا على الآخرة آخرة كجعل هذا وكذورته. ويسدون كهر جوكسدي ذاتك عن سبيل الله إله وددي ويبغونها لط البي وددي لطون عوجن قلع الدنيا تعال كاذو لبماله الدنيا هو الدبيع إلا جعل هذا قفرنا لل يوحون جعلها كو الدنيا ذا شعلادة يا آخرة كيف تجي وحلوا جت هذا كو آخرة أقوى يبلوا جت كو الدنيا ذا أقوى يا كو آخرة أقوى بيكلا نقنية كو مركا آخرة أقوى ثير آخرة هي آخرة وشقيسنا هي الدنيا كيني تبع عدم بالله تبع الشقيسان وحيسان شيء أي الله أقوى جدا وددي سب الله تبع معنوه ماها الدنيا بالله ما شعلان كلام معنوه ما وحوي كو الدنيا ذا كلية دور شيء آخرة كيف تجي بلوا جت هذا وما أرسل ما أنا أنترم من رسول الرسول إلا أن تخيس باللسان قومه قوم كيس اللقدي سيبان كدر ليبينون وعدي لهم إياه فيضل الله الله وقل من مركة ما يشاء وقفت الضانه ووحي قال الله كان أقبل ماي ويهدي الله وفهن من يشاء وقفت الضانه وهو ألنا العزيز كغالب وهي الحكيم وفلسة رسول كستأول الله ديره باللغة قومه بالقدر إلا بالتاس وحيو سيكراه نبي الله محمد مركي مكان لقدرين عربت way iska fahamsanay in loo laqbayo oo loo sharxo uma baahneen markuu nabigu wuxuu sheegay way garanay way iska garanay saxaabadu adda tafsiir fara badan oo nabigu si toos ah uu aayad u fasiray si toos ah ma badna waxa ay way iska yaqiineen saxaabadu waxay leen quraanka qiraa'adiisa nabigaan ka qaadanay macnihiisa nabigaan ka qaadanay ku amal falkiisa nabigaan ka qaadanay leen saxaabadu marka qolada luqadooda markii loogu sheekeeyo way iska fahmayaan waxba ma laakiin nabi maxamed inta wuxuu dheer yahay ifisaaladiisu waa caamo tarjumaan iyo dad meel kale geeyaa loo baahan yahay way haduuna quraanku carabi ahayn sida la inoogu ma fasireen macnihiisa sida loo ma fahmeen haduuna quraanku carabi ahayn oo luqad kale nabiga lagu soo dajiyo lama fahmeen ee nabigu si luqadii u fahamsanaa markuu dadka ugu sheegay taas la sii waxaynaa Umar sallallahu alayhi wasallam antirin من رسول الرسول ما أنادر إلا بلسان قومه قوم كل قدي سمويان ليبين سوء وعد يلهم إياه فيدل الله الله وحول مياه من يشاء وقفه الدون وحي قاس أنفع عين شيطان براعوي ومن يعص عن ذكر الرحمن تغيل له شيطان قف في قرآن ككتر شيطان ما كترم ويهدي الله وهن يا من يشاء وقفه الدون وهو ألنا العزيز كغالب الحكيم وفلسة إنه سوماليها تانا نصيب بضم بالينا محل وحي دي بين كل ونها بدن يرم بين جحيم محل وحي دي دين تمر كور رسمين سو قال لقدين يا لقد عربتنا وايش مخرج وايش حروف وين لقدين لقدين وحن كتير كلية زاء يا حروف عرب كلا صابحية يا كتيرين ثائيو ذائي ذال يزاء انت كلية كتيرين حروف تانا كلا يا حروف تعربت وايش مخرج وين بدك خلاف صومالك بعد شوي بكون سميو waagii hore waxaan xukumeey boqolkii 70 ba carabi ka soo jeeday yaan xukumeey barigii dambe waa soo gaabiyay boqolkii 100
yaaribi kasoo jeedaan ee marka af Soomaali af Carabiga ina soo gaalay afki diintu keentay ma bedel minkaas haram halaal salaad soon afki ganacsigu inoo keenay waa afki inagu badan baaci mushari iyo dabaah iyo rakaab iyo waxa soo dhan af Soomaaliga rasmiga Carabi midan ba ka mid ah hada sanka oo kale sanku waa Carabi weyn min hamain masnuun urayee isho kale waa Carabi waa iftiin qadaadku waa Carabi waa qadaal yaani waxaasan baad ku sameeyay markay inagu waxaan nasiib keenno luqadeena Soomaaligii luqada Carabiga la xuruftahay way inagu waa fiicanahay alxamdulillah hada dadkan ina la dariska waxay aqri waa la yaabay markay ha oo dhar waxa weeye ma ku fiicna yaa waa la inagu xunyay walqada sallallahu aan dirsay Muusa Muusa baayatina aayada ayagii baan la dirsay oo maxaan idii aan akhriid ka saar qowma tolka min dhulmaati mugdiga ka saar ila nuri nurka ku saar wadakirhum kuwaani bi ayamillahi ilahi dacdooyinkiisi ilahi maalmihiisi waxay carabtu maalmo u taqaana dacdooyinka maalmihi nicmada iyo maalmihi colaada iyo maalmihi ayamay u yaqaani wixii dacdooyin oo dhanba ayamay u yaqaani marka nabi muuse waxa la amray sidii nabi maxamed loo amray dhulmaadka dadka ka saar oo nuurka u saar oo waxaad ku waarisaa maalmihi soo maray tolka soo maray fir'aawn bay adoonimay ugu jireen oo allah ba ka xoreeyay badii bay ka soo talaabeen dhulkoodii hooyay ku soo noqdeen tiihii waa kii loo kalmeeyay malabka iyo wax walba la siiyey maalmaha ku waaniyo ilaahay sidaa idiin galay ee saa idiin yeelay war ilaaha raaca ku dhabaa lagu leeyay walqad sallallahu aan diray muusa muuse bi aayatina aayadaha iyagii baa la diray mucjizad fara badan nabi muuse aayadiisa waad garan maxaanu ku nidi aan akhrid ay way anta subaxna ay way akhrid ka saar qowmka qowmka min dhulmaati mugdiyaalka ka saar oo jahliga iyo shakiga iyo gaalnimada iyo shirkiga ka saar ila nuri nurul iimaanu saar wadakirhum ku waaniyo xusuusi biayaamillaahi ilaahi maalmihiisi ay soo mareen dacdooyinkay soo mareen inna fii daalika waanintaa waxaa ku sugan iyo diriddaa la diray muuse la aayaatin aayado mucjizaad likulli sabbaarin ku sabir badan kulligi shakuurina shukri sabbaar iyo shukri oo isqaabilaa sabaarku waa dhibaatadu markay jirto qofka sabra khayrku markuu jirana shukriya qofka unbaa wax fahmi qofka noocaas heerkaad gaadhuba wax fahmi dadkoo dhan wax ma fahmayaan dad waxa jira markay dib ku dhaco saf safano dhiga aniga ilaahay waxba bay igu falmahayaan dad waxa jira markii khayrka hela kibri qofka sabaarka markay dib ku jiro shakuurka markii khayr ku jiro ka unbaa wax fahmi baa la leeyahay inna fi dhalika arintaa waxa ku sugan la aayatin mucjizaat iyo iya ilmi bikulli sabari ku sabir badan kulligi shakurino shukriya Allahu akbar.